والمواطنين. ومن بعد تطور اللي عرفوه هذا المرض، فقد تقرر إعلان حالة الطوارئ الصحية ابتداء من يوم الغد 20 مارس 2020 على الساعة 6 مساء. إعلان حالة الطوارئ الصحية معناها أن الناس خصها تبقى في دارها، وما يمكنهاش تخرج إلا توفر لها وثيقة رسمية اللي غتوفرها لهم رجال وأعوان السلطة اللي كتسمح لهم باش يخرجوا. شكون يمكن له يخرج؟ اللي يمكن له يخرج هما الناس اللي خصهم يلتحقوا مقرات العمل ديالهم واللي المؤسسات ديالهم غتبقى محلولة، الناس اللي كيمارسوا مهن حرة واللي لازم أنهم يخرجوا باش يخدموا، موالين المحلات التجارية، موالين المحلات اللي لازم خصهم يبقوا محلولين، خصهم يخرجوا أيضا الناس اللي باغين اللي يمشوا للسوق باش يتسوقوا، خصهم يخرجوا ومن حقهم يخرجوا وغتعطى لهم وثيقة باش يمكن لهم يخرجوا يمشوا بها للأسواق. هذا الشيء اللي غيدار الهدف ديالو هو أننا نحميو ولادنا من هذه الكارثة، وفي نفس الوقت خصنا نكون واعيين بأن الحركة الاقتصادية ما خصهاش توقف وبأن التجارة خصها تبقى. كيف أنه ملزوم على مجموعة المواطنين يبقوا في دارهم ما يخرجوش حماية لهم وحماية للمجتمع، ملزوم ناس آخرين أنهم يخرجوا ويقوموا بالعمل ديالهم باش الدورة الاقتصادية والحياة ما توقفش، لأن الهدف ديال حالة الطوارئ الصحية ماشي أن الحياة توقف، أننا نحميو بلادنا ونحميو المجتمع ديالنا من هذه الآفة.